قلعة نزوى الخالدة بأبنيتها العتيقة الشامخة تعبر عن كل المعاني الحضارية لشعب عمان العريق. إنها ترمز إلى عظمة الأرض وإنسانها وتاريخها وأصالة الحضارة فيها. إنها القلعة الحصينة التي ظلت دائما رمزا للقوة والتصميم والصمود العماني في مواجهة كل القوى الشريرة والدخيلة. أُنشئت قلعة في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي الذي كتب أنصع صفحات البطولة في سجل المجد العماني بنضاله ضد البرتغاليين وتعقبهم حتى الهند والساحل الشرقي لأفريقيا. ولا زالت هذه القلعة شاهدا على أصالة شعب العماني والمضامين الحضارية التي يتحرك في إطارها هذا الشعب الصامد طوال تاريخه المليء بأنصع صفحات الفخر والمجد. والقلعة أيضا صورة مشرقة لفنون الهندسة والعمارة التي تتميز بها عمان.